نروح لفريق كرة اليد سيدات، فريق الفائز بجميع بطولات الموسم السنة اللي فاتت. كابتن ياسر صلاح بيقول إن بطولة منطقة القاهرة هو استعداد جيد لموسم شاق في كرة اليد السنة دي. هو شايف من وجهة نظره إن كل الفرق برضو دعمت، كل السيدات دعموا، الفرق اختلفت، الأعمار بتختلف، فالفرق كلها بتختلف، دي حاجة مهمة جدا. كابتن ياسر صلاح قدر يفوز على نادي الطيران في بطولة منطقة القاهرة 30-20. ياسر كان بيتعامل مع كل مباراة بيتعامل معاها وفقا لمعطيات المباراة، لكن فعلا هو قال إن كان مباراة مميزة جدا، اللاعبات أدوا ما عليهم في مباراة الطيران، أدوا أداء مميز جدا، وكان نادي الطيران ند قوي جدا جدا في هذه المباراة اللي جمعت بين الأهلي والطيران في منطقة القاهرة.